القوة اللي ندير حاجة الأولى اللي نديروها هاي هنايا، هي ممكن تكون الملكة هنايا. أعطينا لهم قاعدة علمية خلفية قوية للانطلاقة في المشروع ديالهم باش يقدموا الدعم للتنمية خاصة اللي جاو من المناطق الريفية ويخلقوا الثروة ويعودوا يخدموا ويزيدوا يخدموا معاهم. أنا دخلت هذه الشعبة تاع النحل باسكو حبيتها، وثاني المكان اللي نسكن فيه منطقة ريفية تساعدني باش نخدم النحل، وثانيا باش ندخل دراهم ماديا نساعد نفسي ماديا.